اوكي بسم الله، نعيد يا شباب. بدأنا بإيش؟ بدأنا بالفلاش ديستليشن، والباينري فلاش ديستليشن هو الشيء اللي بدأنا فيه. بسبب قلنا التغير في البريشر it will go inside the column it will flash. شلون يعني فلاش؟ بيصير السبريشن، بيصير جزء فيبر it will go to the top وجزء liquid it will go to the bottom. الآن هذول الفيبر والليكويد اللي طلعوا ايش فيهم؟ شنو الميزة؟ انهم ساتشوريتد. يعني ايش؟ انهم ات اكوليبريوم، انهم ات اكوليبريوم. وهذا كانه يمثل ايش؟ انا خلصنا الاندستيشن كلهم، اقدر اسالك السؤال، شو يمثل هذا في الديستليشن كلهم هالفلاش؟ كانه ايش؟ كانه تري، كانه تري، كانه ستيج واحده من الديستليشن، كانه تري. زين، هذا كان ايش؟ باينري فلاش ديستليشن. بعد ما خلصنا الباينري فلاش ديستليشن جينا لايش؟ مالتي كومبوننت فلاش ديستليشن. ايش الفرق؟ الفرق انه هنا عندنا الان مور ذان تو كومبوننت، عندنا مور ذان تو كومبوننت، وتكلمنا عنه وحلينا عنه اكزامبل. هذا الفلاش. بعد الفلاش جينا الى الديستليشن كولوم، وقلنا لان الفلاش محدود بالسبريشن اللي يقدر يعمله، احنا كاننا راح نحط فلاش فوق فلاش فوق فلاش فوق فلاش. بعدين هذا تطور وصار ايش؟ ديستليشن كولوم. الديستليشن كولوم السمبل كيس اللي عندنا انه عندي فيد وعندي فوق برودكت وتحت برودكت، بس البرودكت اللي يطلع فوق انا حاط كوندنسر. ليش؟ لاني ابغى اطلعه از ليكويد، واللي تحت راح يطلع اوريدي ليكويد، بس احط ريبويلر لان جزء منه ابغاه يرجع از فيبر. فالان اول شيء تكلمنا احنا عن الاكسترنال بالانس. تكلمنا عن شنو؟ اكسترنال بالانس. اكسترنال بالانس شنو نجيب منه؟ اكسترنال بالانس راح يعتمد على الفيد والزي اللي هي الكومبوزيشن حق الفيد، والدي اللي هي amount of distillate، والاكس دي اللي هي الكومبوزيشن اوف ذا مور فوليتايل كومبوننت في الديستليت. طبعا كلها اتكلم عن شنو؟ عن باينري. الان كله باينري. زين، بعدها تكلمنا عن البوتوم برودكت والاكس بي. فمن الاكسترنال بالانس نقدر نجيب ايش؟ نقدر نجيب اذا كان عاطني الاكس دي وعاطني الاكس بي، اقدر اجيب الدي واقدر اجيب البي. هذا بايش؟ بالماس بالانس. ايضا قلنا نقدر نعمل انرجي بالانس عشان نجيب الكيو سي والكيو ار. ايش هم الكيو سي والكيو ار؟ الديوتي حق الكوندنسر والديوتي حق الريبويلر. زين، شيء مهم في حلي الى هالمسائل، بعض الاحيان احتاج اجيب انثالبي، فلازم اروح اناظر الانثالبي تشارت واعرف استخدم الانثالبي تشارت. اذا كان عندي ساتوريتد ليكويد اروح الى خط معين، واذا كان عندي ساتوريتد فيبر اروح لخط معين، واذا كان تحت اروح للتمبرتشر اللي اعطاني اياها، واقدر اجيب اتش اف حقت الفيد، اقدر اجيب اتش في حقت الفيبر، اقدر اجيب اتش حق الليكويد. هذه حلينا عليها امثله، شرحناها، ارجع لها. صادفتك أي مشكلة؟ لسه عندنا وقت تقدر ترجع إلي، إما خلال الأوقات خلال اليوم أو again يوم الثلاثاء في الكلاس. Please please please. زين، الآن خلصنا من الإكسترنال بالانس، قلنا باقي عندنا النمبر أوف ستيج. شلون نجيب النمبر أوف ستيج؟ قلنا عندنا طريقتين. عندنا طريقة يسموها شنو؟ ستيج باي ستيج كالكوليشن، صح؟ تكلمنا اول شيء عن سوريل، بعدين تكلمنا عن لويس ميثود. لويس ميثود على اساس انه سي ام او، وقلنا شو نسوي؟ اول شيء لازم انا اعرف الفيد وين داخل، عند اي تري داخل الفيد، وانا الكولوم قاسم عندي الكولوم الى ايش؟ الفيد قاسم الى ايش؟ قاسم الى قسمين، التوب سكشن والبوتوم سكشن. لازم اعرف الفيد عند اي تري. ليش؟ لان التوب سكشن الى توب اوبريتنج لاين، والبوتوم سكشن من الفيد الى بوتوم اوبريتنج لاين.
فانا لازم ايش يفرق ما بينهم؟ الاسلوب مختلف. ليش الاسلوب مختلف؟ لان ال اوفر في يكون مختلف بسبب دخول الفيد. فانا فوق الجزء اللي فوق اكتب له معادله، والجزء اللي تحت اكتب له معادله. اي جو ستيج باي ستيج، اكتب المعادله حقت التب اوبريتنج لاين وانزل ستيج باي ستيج، شرحناها بالتفصيل. زين، هذه ستيج باي ستيج كالكوليشن. متى اوقف؟ اذا وصلت الى اكس تساوي الاكس بي حقتي، اقول خلاص انا وصلت الى الريبويلر تحت، وهذا عدد الستيجز، هذا الستيج باي ستيج. طيب بعدين جينا الى مكيب ثيل ميثود. هذه الطريقه ايش؟ جرافيكال ميثود. احتاج ارسم التب اوبريتنج لاين. اول حاجه ال45 لاين قلنا ايش؟ لا يمثل شيء ولكن يساعدني في الحل. على ال45 لاين احدد ثلاث نقط، الزي والاكس دي والاكس بي. الان الاكس دي هي اول نقطه على التب اوبريتنج لاين، وبعدها احتاج اما سلوب او انترسبت. قلنا الانترسبت جدا ابسط، اوكي، احدد الانترسبت، اوصل الاكس دي بالانترسبت، صار عندي ايش؟ التب اوبريتنج لاين. تفضل دكتور، اسمعك. ما انت مسوي شيء، ما انت مسوي شيء. لا لا لا، ما انا مسوي شيء، انا قاعد اتكلم. لا لا لا، قاعد اشرح بس، قاعد اعطيك لا 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 لا، قاعد اعطيك فقط، ابغاك تركز ياي بعقلك الاشياء، لان كلها مكتوبه، ما ابغى اروح لها وتقوم تركز اياها وما تنتبه وياي، قاصد انا. فالان الاكس دي عندي حطيتها نقطه، والانترسبت الواي انترسبت شنو؟ نقطه. وصل التب اوبريت، وصل النقطه اللي فوق بالواي، رسمنا التب اوبريتنج لاين. وين ينتهي الاوبريتنج لاين؟ التب اوبريتنج لاين اذا دخل وين ينتهي؟ مفعوله عند الفيد. عند الفيد، رحم الله والديك. يعني ايش احتاج انا هنا؟ احتاج فيد لاين. شلون الفيد لاين؟ ارجع واقول لك، ارجع الى الخمس حالات اللي اعطيتك اياها، ارجع الى الخمس حالات اللي اعطيتك اياها. الفيد تحتاج منه الكواليتي، ممكن يكون ساتوريتد ليكويد. اول شيء خلينا نبدا من اول واحد، يكون سب كولد ليكويد، ساتوريتد ليكويد، ليكويد فيبر ميكستشر، ساتوريتد فيبر، سوبر هيتد فيبر. ليش احتاجه؟ لاني احتاج اجيب الكيو، واذا جبت الكيو طلعت السلوب حقه، وعندي نقطه الزي على ال45 لاين والسلوب حق الفيد لاين. ارسم الفيد لاين. الفيد لاين يتقاطع مع التب اوبريتنج لاين في نقطه، النقطه هذه انزلها على وين؟ على الاكس بي. الاكس بي وين موقعها شباب؟ على ال45. متى تكون على ال45 لاين؟ اذا ما كان في شيء تحت، يعني بيور، اذا كان في ريبويلر، مو ما في شيء، في ريبويلر. يا سعود، غلط دكتور. اوكي، فالان عندي حالتين يا شباب، اذا كان عندي ريبويلر الاكس بي تكون على ال45 لاين، اذا كان عندي اوبن ستيم الاكس بي تكون على الاكس اكسس. الان رسمنا التب اوبريتنج لاين، رسمنا الفيد لاين، رسمنا البوتم اوبريتنج لاين. اعد العد، وين يكون يا شباب؟ ما ابغى اشوف اللي اشوفه كل سمستر، العجب العجاب اللي واحد يعد لي يطلع الخطوط عن الاكوليبريوم لاين، وبعضها يرسمها تحت الاوبريتنج لاين، يطلع من الاكس دي يضرب في الاكوليبريوم لاين، يطلع من الاكوليبريوم لاين ينزل على التب اوبريتنج لاين، وهكذا الين نعدي الفيد لاين، يقوم ينزل على البوتوم اوبريتنج لاين. واضحة هذه يا شباب؟ فيها استفسار؟ هذا الوضع الطبيعي العادي. بعدين اخذنا كيسز شنو؟ تو فيد. اذا طلع عندي تو فيد شي فرق؟ راح يفرق انه راح يصير عندي شنو؟ ميدل اوبريتنج لاين. ما بين التو فيد عندي ميدل اوبريتنج لاين، واشتقيت لك المعادلة حقته. اخذنا برضو شنو؟ سايد ستريم. سايد ستريم نفس الفكره حق البوتوم اوبريتنج لاين، راح يضيف ليش؟
ميدل اوبريتنج لاين. اخذنا اذا كان عندي بارشل كوندنسر، واخذنا اذا كان عندي توتال ريبويلر. واضح يا شباب؟ حاجه واحده ما تكلمت عنها انا في الشابتر اللي هي ايش، انا الحين اقول لك حاجه واحده، خلني اي شير سكرين هنا ووريك شنو الحاجه اللي ما تكلمنا عنها. خلني ارجع الى شابتر 4 هنا. اذا كان عندي هنا معلش هي تحت تم بحمده، نمسحها بعدين بنضيفها. هذا خلني اوريك اياها، طبعا احنا بنتكلم عنها بعدين، بس طالما ان احنا هنا عندي حاجه يسموها يا شباب توتال ريفلكس، اوكي، ومينيمم ريفلكس. شنو الريفلكس يا شباب؟ شنو الريفلكس؟ الاماونت ترجع لل الاماونت اللي يرجع من فوق من الدستيلات اللي طالع من الكوندنسر ونازل بدل ما يروح الديستيلات. حلو، زين. الان لما يكون عندي انا something like this، هذا الاوبريتنج لاين وهذا الاوبريتنج، ما صار له شير صح؟ سوري. اوكي شباب، الان لنفترض ان هذا ال 45 لاين، اوكي، وهذا الاكوليبريوم كيرف. الان ايش معنى توتال ريفلكس؟ لما كلمه توتال ريفلكس وات داز ات مين انت بالنسبه لك؟ وات از توتال ريفلكس؟ لما اقول لك توتال كان اي سي ذات اول ذا ديستيلت ويل جو باك تو ذا اول ديستيلت ويل جو باك. حلو هالكلام عجبني انا. هذه هنا الاكس دي، وهذه هنا الزي، وهذه هنا الاكس بي. اوكي، خلني انا الاكس بي بمسحها بس عشان ارسمها لكم مضبوطه. اوكي، اوكي. الان يا شباب ما حد سالني لما اقول لك توتال ريفلكس، واحد قال ان كل اللي طالع فوق بيرجع، وين البرودكت حقي يعني؟ الليكويد كله بيرجع، كله بيرجع اللي فوق. لا، توتال ريفلكس معناته كيف اللي بعد سبليت بوينت ده كله بيرجع. توتال ريفلكس يعني كله بيرجع. ركز وياي الان، انت هنا اذا كان عندك ديستيليشن كولوم، احنا شغلنا يا شباب عند ستدي ستيت ولا ان ستدي ستيت؟ كل شغلنا عند ستدي ستيت صح ولا لا؟ طيب الان افترض ان انت عندك مشكله في الكولوم، صارت عندك مشكله في الكولوم وطفيته، صارت عندك مشكله في الكولوم وطفيته، لما تيجي تشغل الكولوم از ات ات ستدي ستيت؟ No. No, 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 no. It will not be at steady state. طيب إذا ما كان at steady state, do you know how long will it take to reach steady state? I hear it's like about a month. تخيل، بغض النظر عن الوقت بالضبط يعني، بس يعني long time خلينا نقول. هذا long time مو معناته time، والتايم معناته ماني، والماني معناته راح عليه من البروفيت. فهو شو يسوي الان؟ انت الكولوم، شوف هذا كونسبت شباب، ممكن احد يسالك، ها الكولوم ات ستدي ستيت صادت مشكله، صادتنا مشكله سموير، شو يسوي هو الان بدل ما يطفي الكولوم يسوي توتال ريفلكس؟ يعني ايش؟ كل اللي طالع من فوق يرجع، وكل اللي طالع من تحت يرجع، فيظل الكولوم شغال at steady state بس ما في برودكت. زين، طيب at total reflex نحتاج minimum number of stage يسموها. يعني لو قلت لك انا متى تحتاج minimum number of stage؟
total reflex. فشلون نحسب النمبر اوف ستيج ات توتال ريفلكس؟ ركز وياي الكونسبت هنا يا شباب. يقول لك ات توتال ريفلكس ذا توب اوبريتنج لاين اند ذا بوتوم اوبريتنج لاين دي كم توجذر اون ذا 45 لاين. واضح يا شباب؟ لان ما عندي فيد خلاص، ما بيكون عندي فيد، فوين يلتقوا؟ هم يلتقوا بالفيد يا شباب. فلان ده ما عندك فيه فيد، وين الزي؟ الزي مو على 45؟ Yes. فهم الآن يصير كذا. فأنت تجي هنا تعد، تقول هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه الإكس بي. شايفين يا شباب شو نسميها؟ Total reflex minimum number of stages or tray. هذا الاكستريم الاول. الاكستريم الثاني، الاكستريم الثاني يا شباب ايش تتوقع؟ انت قول لي ايش تتوقع؟ ما في reflex. ما في ايش؟ reflex. يسموه مينيموم ريفلكس. تفضل يا محمد. يا دكتور ماني فاهم ماشي، مثل الله قبل نمبر اوف ستيج، نمبر اوف مينيموم ستيجز، minimum number of stage needed. يعني انت هنا عساس تحصل الاكس دي والاكس بي اللي تبغاها، خلاص minimum number of stage تحتاج. ليش؟ لان اصلا ما عندك برودكت، كل شيء يطلع فوق يرجع، يطلع يرجع، فهو كل ما رجع وش يصير؟ يتنقى اكثر، صح ولا لا؟ طيب يا دكتور الحين انا عندي الرودي، عندي مثلا عندي صار فوق على الصوره اللي فوق. At minimum، at minimum، شوف at minimum number of stage ما عندك product هنا، يعني شوف هنا دكتور في three stages هنا في هذه الصورة، تمام؟ هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، كيف تشوف three؟ البويلر اللوبة. اي ما عليه، هذه الأخيرة الريبويلر. اي طيب، طيب هنا لو كان عندي أصلا ستة أو سبعة من قبل، كيف صاروا أربعة؟ من الله والبوغي ما يروح. هذا كله ثيوري، إن ثيوري إحنا نتكلم، إحنا نتكلم إن ثيوري. How many trays you need، مو how many trays you have. في فرق how many trays you have و how many trays you need. يعني أنت عساس تحصل الكمبوزيشن يبغى لك أربعة تري، لو عندك عشرة تري مو معناته ما تحصله. يقول لك أنت هنا كم أقل عدد من التري تحتاجه عشان تحصل. هذا in theory، ركز وياي in theory، كم عدد الستيج اللي تحتاجها، مو كم عدد الستيج اللي عندك. بس تفضل. طيب يعني لو غيرنا من الستدي ستيت، لو شلنا الفيل يعني راح يتغير الكومبوزيشن. هذه لها استخدام، هذه توتال ريفلكس لها استخدامات بنشوفها بعدين، لها استخداماتها. يعني احنا ان رياليتي ما في شيء اسمه انت تشتغل على توتال ريفلكس. اذا تشتغل على توتال ريفلكس شلون تحصل برودكت وياي؟ هذه التوتال ريفلكس لها استخداماتها، بس ان ثيوري هذا معناتها ان التوب اوبريتنج لاين والبوتوم اوبريتنج لاين يجوا على ال 45 لاين، واذا جوا على ال 45 لاين هذا يعطيك ايش؟ مينيمم نمبر اوف ستيج نيدد. بس خليها شوي بنرجع عليها، دونت وري، يعني في شابتر 5 برجع عليها انا هذه، بس ابغى الكونسبت الان يوصل لك. يعني لو قلت لك كالكوليت ذا مينيمم نمبر اوف ستيج، ابغاك تعرف شلون يو كالكوليت مينيمم نمبر اوف ستيج.
اوكي تمام تاكد متاكد زين بنرجع لها دونت وري. هذا الان توتال نمبر اوف التوتال المينيمم نمبر اوف ستيج. طيب الان الاكستريم الثاني يقول لك مينيمم ريفلكس. هنا قلنا ايش توتال ريفلكس، هنا بقول لك مينيمم ريفلكس. مينيمم ريفلكس، مينيمم ريفلكس شوف وش يصير. يقول لك هذه هنا الاكس دي وهذه هنا الاكس بي، تعال ارسم خذ خط هنا من هنا هذا التاب اوبريتنج لاين وهذا البوتوم اوبريتنج لاين. لاحظوا وش صار هني يا شباب، لما اجي تعد وش بيصير لما اجي اعد هنا؟ يقول تو انفينيتي. ايوه شوف هذا هنا ما اقدر خلاص، ليش؟ لان هذول اجتمعوا هني هذه النقطتين ات مينيمم ريفلكس التب اوبريتنج لاين والبوتوم اوبريتنج لاين يلتقوا وين؟ على الاكوليبريوم. فات مينيمم ريفلكس نقول عندنا ايش؟ انفينيت نمبر اوف انفينيت نمبر اوف ستيج. شايفينه؟ هذا الاكستريم الثاني. هذه النقطه يسموها بنش. فعندي الان طلع تو اكستريم، تو اكستريم، مينيمم نمبر اوف ستيج وانفينيت نمبر اوف ستيج. فزي ما قلنا يا شباب التوتال ريفلكس يوجوالي احنا نستخدمه متى؟ في الستارتنج اب اوف ذا كولوم. هذه يسموها الثانيه زي ما قلنا مينيمم ريفلكس ريش، مينيمم ريفلكس يحطوها ال اوفر دي مينيمم. تفضل مين عنده سؤال؟ تفضل سعود تفضل. دكتور قبل شوي اللي هو ماكسيمم ريفلكس توقع، هل عندنا فيد ولا لا؟ لانه ما في رسمنا الفيد اوبريتنج لاين فيد لاين. وين 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 فين الرسمه اللي قبل؟ الرسمه اللي قبل اوكي، بس خليني اكتب لك هذه عشان لا تنساها. سو ذس از انفينيت نمبر اوف ستيج. ما عندي هدول نوت ريل كيس. هذه زي ما قلت لك هنا في هذه الحاله اوكي احنا خلاص ما عندنا الفيد هنا. We are talking about total reflex. انت هنا مشكلة لو عندك الفيد شو بيصير؟ اذا انت قاعد تحط فيد وعندك total reflex توصل لمرحلة شو بيصير؟ Think logic بس. اترك الكيميكال انجينير. تخيل انت قاعد بس تضيف زين وما في شيء يطلع. شو بيصير؟ الكرم بيصير ما بيصير عندي steady state. ايوه ما خلاص انت. فهنا total reflex ما عندنا فيد هنا، كلهم ملتقيين على ال 45 لاين. زي ما قلت لك هذا انا على اساس انه احافظ على الكولوم ات ستدي ستيت، وانا ما ابغى اطفي الكولوم على اساس انه لو طفيت الكولوم احتاج وقت طويل عشان ارجع له الستدي ستيت. ايش اقوم اسوي؟ كل برودكت اللي فوق اعمل له خلني زي الريسايكل، احنا نسميه هنا ريفلكس. ونفس الشيء اللي طالع من تحت كله ارجعه. فالكولوم يصير شغال بس ما قاعد يطلع من عندي شيء، ما قاعد يطلع شيء. فهذه هنا نسميها احنا توتال ريفلكس. هذول نوت ريل كيسز يا شباب، يعني هذه الاوليه اللي فوق ممكن احنا نستخدمها في الحفاظ على الستدي ستيت. هذه اللي تحت مثلا اتس نوت ريل، ات از نوت ريل كيس. ليش؟
لان اذا مينيمم ريفلكس يعني ايش قاعد ارجع؟ انا قاعد ارجع نقطه. طب اذا انت قاعد ترجع نقطه انت متى راح توصل عاد ستدي ستيت هنا؟ ليش يقول لك انت يو نيد انفينيت نمبر، عدد لا محدود من الستيجز اساس تحصل الاكس دي اللي تبغاه والاكس بي اللي تبغاه. اذا شيء غير منطقي. طيب ليش برضو بنحتاجه في شيء؟ هذا something in theoretical. ليش؟ لان عدد الستيجز اللي انا ابغاها محدوده ما بين المينيمم والماكسيمم، صح؟ ما بين اقل شيء وما بين الانفينيت نمبر. ليش نعمل كذا؟ we will talk about it في الحصص القادمه باذن الله تعالى. هاي يا شباب، هل الامور واضحه؟ كلير؟ واضحه يا دكتور. يعني كويشن يا شباب تفضل. يعني هي دكتور في المصنع راح نقفل الانلت والاوتلت بس كذا، ما راح نطفي الستيشن كولوم؟ مو قلت لك كيسز انت لا تاخذ، هي كيس باي كيس. عندنا احنا كيس باي كيس. في بعض الحالات لنفترض ان انت صار عندك ليك مثلا برا، في فرق المشكله داخل الكولوم ولا برا الكولوم ولا لها علاقه فيه ولا شيء. اذا كان والله مثلا في ليك سموير في واحد من البايس مثلا اللي جايه الى الكولوم، فانا الكولوم في هالحاله ما راح اطفيه، الكولوم بخليه يشتغل بس ايش؟ ما بطلع برودكت لان عندي برا ليك، فبخليه يشتغل كل شيء يطلع ارجعه، كل شيء يطلع ارجعه على اساس احافظ على الستدي ستيت. لان لاحظ انت الان ما تشوف اذا قال لك عندنا شت داون، شوف اذا شركه قال لك عندنا شت داون، المشكله مو في الشت داون نفسه، المشكله في الستارت اب بعده اللي ويل تيك لونج تايم. عبد الرحمن دكتور، الحين في الميد لما اجي احسب النمبر اوف ستيجز او احتاج مثلا استخدم الاوبريتنج لاينز، هل لازم اسوي لها درايف من البدايه ولا اقدر استخدمها بتكون في الفورمولا؟ لازم اسوي ايش؟ لازم اسوي درايف للايكويشنز الميد. يعتمد الـ. يعتمد اذا السؤال قال لك هاو ماني نمبر ما قال لك كلمه درايف، ما انت مجبور انك درايف، خلاص يعني موجوده معادله. لو قال لك شو ذات درايف ذات بروف ذات يو هاف تو، يعني على صيغه السؤال. تمام يعطيك العافيه، حياك. يس حمزه دكتور، دحين لما نرسم الاوبريتنج لاين بالنسبه للاكوليبريم داتا، هل نرسم زيك كذا في الاس كذا على طول ولا كيف؟ ايش قصدك ما فهمتك. يعني نسوي ال 45 لاين ونرسم الاكوليبريم داتا يعني زي ما انت بتسويها كمثال، يعني انه بس من الزاويه للزاويه مقوس؟ لا قيم هذه، قيم لا قيم هذه قيم، هذه اكس واي داتا. بس انا ارسمها از لاين. ما اسمعك الحين، ترى قام قطع يا حمزه. اقول خلاص اوكي ثانك يو. اي دونت وري، هذه الرسمه راح تجيك، يعني اذا في شيء كذا راح تجيك، ما بطلب منك ترسم الإكوليبريوم لاين، ما راح أطلب منك إنك ترسمه، ما في وقت، يعني تعرف الأونلاين وتقعد تضيع وقت وتطبع، don't worry، هذه لا تشيل همها. يا دكتور مو واضح يا دكتور، يعني راح نكتب على الكتاب ندور الجراف أو كيف راح أطبعها قبلها اللي هو الإكوليبريوم.